النادي الاهلي كمان عايز اقول لك، رغم يعني بنحقق نتائج ايجابيه، لكن في ارقام قياسيه. يعني النادي الاهلي طبعا بيحقق كمان بعد الفوز على الوداد ذهابا وايابا، النادي الاهلي يعني يعتبر وصل، يعني وصل للنهائي 13 مره، يعني في مشاركته، في تاريخ مشاركته في ابطال افريقيا، وده ريكورد. الاهلي بيحقق الفوز الاكبر في تاريخ مبارياته مع الوداد 3-1. كمان ثلاثيه النادي الاهلي في شباك الوداد هي الفوز الاكبر للمارد امام كل الفرق المغربيه في تاريخ مشاركات الشامبيونز ليج الافريقي. فدوت من الارقام اللي حققها النادي الاهلي، مش بس نتيجه لكن كمان بيسطر بعض الارقام القياسيه اللي تضاف لتاريخ النادي الاهلي في كسر طبعا الريكورد. والنادي الاهلي دايما متعود ان هو عنده اهداف انه كمان ياخد بطوله، مع تحقيق كمان ارقام كبيره جدا جدا في تاريخ ومشوار وسجل النادي الاهلي. دي حقيقه زي ما انت قلت، النهارده الاهلي بالنتيجه اللي هو حققها ديت، الثلاثيه اللي احرزها في الوداد، يمكن بيكرر اللي حققه قبل 36 سنه، قبل 36 سنه لما فزت على جمعيه الحليب المغربي بثلاث اهداف مقابل هدف، كان لحساب الدور ال 32 من بطوله افريقيا للانديه. طبعا ده كان في 84 تقريبا. الاهلي ما خسرش في اخر 28 مباراه على ملعبه في دوري ابطال افريقيا، فاز 22 في 22، اتعادل في 6، وحطم طبعا يعني الاهلي الرقم القياسي زي ما انت قلت. فالنهارده الرقم القياسي من حيث التهديف في النسخه دي تحديدا، لانه سجل 34 هدف. صحيح. يعني 34 هدف، وخلينا نتكلم ان حتى كسر رقم انيمبا النيجيري، ده محقق 31 هدف. والنادي الاهلي ان شاء الله كمان عنده الفرصه ان يزيد من هذا الريكورد. لسه عندنا مباراه نهائيه ان شاء الله هنسجل فيها. فزي ما بقول، الارقام دي كلها ليها مدلول فني كمان، على يعني كلنا عارفين الظروف اللي مر بيها النادي الاهلي وظروف العالم كله بكورونا، وبيظهر فريق على مستوى العالم بيحقق هذه النتائج وبيحقق هذه الارقام القياسيه. فده دليل واضح ان شاء الله احنا على الطريق السليم. فرقتنا ان شاء الله اكيد بتستعد بشكل جيد جدا من دلوقتي، كلنا بنفكر في النهائي. عندنا لسه مباراه في الدوري العام، لكن كل التجهيز ان شاء الله هيكون للمباراه النهائيه يوم 6 نوفمبر. زي ما بقول، ايا كان مين المنافس، نتمنى طبعا التوفيق لنادي الزمالك امام الرجاء، اللي احنا عارفين المباراه اتاجلت ليوم 31 اكتوبر. وزي ما بقول، احنا مستعدين خلاص، احنا مركزين. استاد القاهره بشكله مستنيين ان شاء الله، يعني ان شاء الله نهايه كمان المباراه، واحنا يعني شايلين كاس افريقيا للمره التاسعه، ونحقق ريكورد اخر ليه في سجلات النادي الاهلي. عشان كده بقول لك احنا منتظرين يوم 6 نوفمبر ده بفارغ الصبر. أكيد. كل واحد فينا قاعد مستنيه من دلوقتي.